زين سجاد، يعني الوقت يداهمنا. نعم. بطولات الأخيرة كيف تقيمها؟ مشاركة المنتخبات أو المنتخب الوطني للملاكمة، يقال أنه من 8 أوزان 6 لاعبين يخسرون. طبعا البطولة الأخيرة اللي حصلت في الأردن بطولة آسيا، من أصل 8 أوزان اشتركنا ب6 لاعبين، رخصينا من بطولة آسيا ومنهم بالضربات القاضية. طبعا تراجع كبير بالنسبة للمستوى الملاكمة العراقية وبالنسبة للمنتخب العراقي، ومثل أنا ما قلت لك اليوم احنا أمثال عندنا يعني خامات كبار، أمثال البطل الدولي عبد الزهر جواد، أمثال زين. هذا التراجع اللي حكيت عنه، الوقت يداهمنا سجاد جدا. نعم. أسباب هذا التراجع ليش؟ هم نفس ما حكيت مجاملات؟ أكو مجاملات طبعا. أسباب التراجع مجاملات طبعا. احنا اليوم على سبيل المثال دولة الأردن وسوريا وإيران، هاي دول الجوار ما نقدر نتغلبها. أما كنا من قبل الوقت السابق كنا ننافس بطولات آسيا وبطولات العالم، كان عبد الزهر جواد وفاروق شنشون وطه البيضاني يعني ينافسون على هاي البطولات، اليوم ما نقدر ننافس. جميل جدا. يعني احنا اعتذر جدا، يعني الوقت ما يسمح لنا. الاستاذ رعد خريبط الامين مال الاتحاد العراقي للملاكمه، شكرا جزيلا لك على حضورك وتواجدك معنا اليوم في برنامج المباراه. سجاد طالب الملاكم العراقي المحترف في روسيا، ملاكم المنتخب الوطني، شكرا جزيلا لك على حضورك وتواجدك معنا اليوم في البرنامج. شكرا لكم. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على حسن الاصغاء والمتابعه. تحيه مني مقدما علي مهدي، وتحيات ملاك العمل. في امان الله وحفظه.